خلينا نسولف شوي عن الهبوط الكبير بالبيتكوين. هذا أسمع من الأماكن إنه هاي نهاية البيتكوين. شو تقولون، هاي بداية هبوط كبير؟ الماركت كاب نزل جوا 2 تريليون دولار. أكو شغلات تخوف وشغلات لا والله تزيد الثقة. يعني good news bad news. فخلينا نسولف شوي بهذا الموضوع وأنتوا قرروا بعدين. بس قبلها روحوا سووا حساب ديمو على منصة إيفست حتى تدخلوا مسابقة الاستثمار لهذا الشهر. تفاصيلها نهاية الحلقة. إيفست هي منصة تداول الشرق الأوسط، بها عملات وكريبتو وأسهم وسلات استثمار متعددة للاستثمار الطويل والاستثمار القصير الأمد. تقدر تحصل على 20% على ولي داعي لك منصة و100 دولار للتداول عن كل واحد تدعو عن طريقك للمنصة. الرابط جوه بالدسكريبشن للاشتراك. خلينا نبدأ بالباد نيوز، الأخبار السيئة. صار انهيار غريب بالأسواق والبيتكوين وصل ما أدري 41 40 ما أعرف. قبل شهرين كان 69,000 دولار، كان أعلى يعني رقم واصلة في تاريخه. طبعا أكو أسباب، ممكن اثنين من عندهم تكون مهمة، اثنين أو ثلاثة. الأول هو ظهور متحور جديد اللي ما يعرفون شيء عنه في فرنسا، اللي هو غير أوميكرون. وأكو عدة حالات يقولون جاء من الكاميرون، وأيضا موضوع الأخ كازاخستان أكو مشاكل ومظاهرات وماكو إنترنت، وأكو هناك تعدين كل شوية، نسبة كبيرة من التعدين هناك. الشركة الرئيسية مع الإنترنت وقفت الإنترنت بعد المظاهرات، مثل يعني بعد الحكومات اللي نعرفها. والمعدنين ما يقدرون يشتغلون. بس السبب الأكبر هو المينتس مال الفيد الاحتياط الأمريكي واجتماعهم مع شهر ديسمبر. احنا تكلمنا عن هذا، شلون جيروم باور مدير الاحتياطي تكلم عن زيادة الفوائد وتقليل شراء السندات، والناس توقعت يعني انهيار بالأسواق، وما صار هذا الشيء، لأن حسوا بأن الموضوع مو كلش مخيف. الكل يعني كانوا خافين بالبداية قبل ما يتكلم، بس بالعكس يعني الكريبتو والأسهم صعدت وراها. زين ليش؟ ليش صار هذا الهبوط هاليومين؟ شنو اللي تغير؟ المينتس اللي هي الملخص للاجتماع نشروه، وكان يعني أكو موضوع آخر تكلموا عنه، هذا زيادة الفوائد والسندات. اللي مكتوب بتقرير نتكلموا عن تقليل الموازنة الاحتياط الفدرالي اللي يعني واصل قريب 9 تريليون دولار. شلون يعني؟ يعني هاي السندات بيها تاريخ انتهاء، يعني أكو فائدة معينة تأخذها نهاية الفترة، 3 سنين 5 سنين 10 سنين، ولما تنتهي صلاحيتها يصدرون سندات غيرها. فاللي دي يصير هسه دي يفكرون أنه من تنتهي صلاحيتها ما يصدرون سندات غيرها حتى يقللون الموازنة. يعني هذا صار سنة 2017، بين 2017 وبين 2019، وقتها كان 4 تريليون دولار. اشتغلوا عليها وكانت بطيئة، بس وراها كوفيد اجا ما سيطروا عليها، بدأوا يعني يوزعون فلوس، يحتاجون سندات أكثر. ذلك وصل تقريبا 9 تريليون دولار حاليا، 8 وكسور. هذا الشيء لما صار، وصار موضوع تقليل موازنة بسنة 2017 إلى 2019، بيتكوين نزل 2018 بشكل مخيف، من 20,000 إلى 3,000 دولار حسب ما أذكر. فالناس ده تربط يعني هذا، تربط هذا الموضوع يعني بسوء هذا الانهيار صار بسعر البيتكوين. لاحظ بعدني أتكلم عن البيتكوين، ماذا أتكلم عن الكريبتو بشكل عام، بس الانهيار هذا مو بالبيتكوين، أيضا أسهم الأسهم بشكل عام، أسهم التكنولوجيا بشكل خاص. يعني هبوط كبير بالناس ذاك اللي هو مقياس أسهم التكنولوجيا بأمريكا. والكريبتو عادة يصعد وينزل ويا هاي السوق. لا تسألني ليش، يمكن لأنه هي نفس مجال التكنولوجيا أو شيء آخر، أو يمكن عامل نفسي. يعني مو بس البيتكوين نزل بهذا الشكل، يعني الأسهم أيضا نزلت. هسه خلينا نجي شوية للأخبار الزينة، good news، إنه الحيتان المؤسسات الضخمة المليارديرية المستثمرين بالبيتكوين، إيلون ماسك ومايكل سيلر وغيرهم من المؤسسات اللي عندها بيتكوين ما دا يبيعون. تقريبا 76% من اللي عندهم بيتكوين ما باعوا، فقط هاي الحركة ب 24% اللي خايفين. وأكو خوف بالسوق أكيد، درجة الخوف كل صاعدة. أكو بس الأبية الحيتان ما دا يبيعون، ما خايفين، قاعدين رجع على رجل وينتظرون يشترون. أيضا المعدنين ما دا يبيعون، البيانات كلها تشوف أن المعدنين دا يعدنون وما دا يبيعون. هذا أيضا خبر كل زين. أكو عنوان محفظة مربوطة بمنصة بايناس اشترت
43 ألف بيتكوين بالنزلة مع السوق، صار موجود بالمحفظة 5 مليارات وكسور تقريبا، 5 مليارات ونص أتصور. يعني رغم الخوف هذا، بس الخوف ما موجود عند الناس اللي عندهم يعني أغلبية البيتكوين. حتى لما تقارن هذا الهبوط، حاليا سعر البيتكوين ما وصل النزلات القوية اللي وصلت سنة 2021، وصل ل 29 ألف أتصور مرة. فهسه البيتكوين بعده بالأربعين خلينا نقول. زين خلينا نعوف البيتكوين هسه، حطها على صفحة ونحكي على الألتكوين، إيثر، سولانا، كاردانا وغيرها اللي معروف إنه تنزل ويا البيتكوين وأكثر. بس لما تشوف النسب مقارنة بنسب هبوط بيتكوين، تشوف ما نزلت بنفس الشكل نسبيا. يعني دا أحكي العملات اللي عندهم مشاريع كبيرة بعدها قوية وثابتة، ويمكن نزلت شوية، بس هذول عندهم مشاريع وعندهم أساس. عندنا الويب 3 جاي، ومستقبل تكنولوجيا البلوك تشين بعده مفتوح وبعده ببداية برأيي. الالت كوين طبعا قال يا قبل هي كل شيء عدا البيتكوين. هذول قاموا ياخذون حصة البيتكوين من السوق، يعني ما تنزل بنفس الشكل. فإذا تريد صدق برأيي، هذا ممكن أفضل وقت للمستجدين بعالم الكريبتو يدخلون السوق ويشترون رخيص، واللي عندهم كريبتو إذا ما يبيعون وهم يفكرون بعيد، هم ما خسران شيء إلا إذا باعوا. لما يبيعون طبعا أكيد حيخسرون. شوفوا أنتوا شو كنت تشترون أحسن وقت للشراء؟ شو كنت تشتري؟ تشتري لما الباقين خايفين يبيعون والسوق ده ينزل. واللي من زمان يعني يستثمر لازم دائما عنده شوية نقد للاستثمار حتى يستفاد من الهبوط هذا ويشتري، ولما يرتفع ويربح أيضا شكو بيه، بيع 10-15% حتى يكون عندك نقد تشتري لما أيضا تصير نزل له. بعد وين القعر؟ هاي بعد أنت وشطارتك أنت تحسبها. فممكن يدخل السوق فترة تصحيح مثل ما يقولون الشتاء، بس الشتاء ما باقي له شيء. مو لا تنسون يعني كل أسواق، أسواق الأسهم نازلة كلها من موضوع تقرير جيروم باو. بعد أنتم شو رأيكم؟ هذا طبعا يخصكم، بس إذا أنا مكانكم مستثمر بذكاء ومم يعني مراهن بيتي حتى يعني أستثمر وأشتري كريبتو وأريد أصير ملياردير بيوم وليلة، إذا ما تسوي هيش ومستثمر فلوسك، يعني فلوس ما يهمك تخسرها، ما أتصور تخسرها. سد المحفظة مالتك كم يوم ولا تراقبها، مو زين على صحتك. أحسن تلتهي في شيء مفيد يمكن يربحك فلوس بلا ما تصرف، مثل مسابقة هذا الشهر. فخلينا نجي لتفاصيل المسابقة. هاي مسابقة ممكن يعني تتعلمون بيها هواية. إذا ربحتوا الجوائز، ثلاث جوائز، الفائز الأول $500 والثاني $300 والثالث نعطيه $200. بس هاي مو على التعليقات، لازم شوية تتعبون نفسكم عليها. المسابقة هي أنه تسوون حساب ديمو على منصة إيفس، وبحساب الدومو هذا اللي هو بدون مقابل راح تاخذون $25,000 افتراضية، تروحون تستثمروها بأي شيء. تريدون تشترون تسلا، تريدون تشترون سلع نفط. نهاية الشهر نشوف منو اللي ربح أكثر، نعطيهم حسب أرباحهم الجوائز. حساب طبعا مثل ما قلنا ما يكلفكم شيء، بس تروحون تشتركون بالمنصة، دقائق تطول عندكم بدون ما تودعون وتستثمرون وتبيعون وتشترون. لا يعني هذا حساب دمو على مدة تتعلم به، بس طبعا هاي مسابقة للي يفتحون حساب ابتداء من تاريخ بداية هذا الشهر، مو واحد صار له 6 أشهر فاتح حساب. نهاية الشهر نسوي حلقة بنوزع بيها جوائز يعني حسب النتائج، وصلها لكم يعني شوف USDT أدزها على المحفظة مالتكم أو بأي طريقة أخرى. بس أيضا من عند التحايل لازم يكون الاسم حقيقي ورقم تليفون حقيقي، وطلعون ويانا نتشرف بيكم ونشوف وراها من البطل. دعونا نتشارك المعلومات عن الأسهم الرابحة، فالتداول أكثر متعة مع الأصدقاء. قم بدعوة أصدقائك للانضمام إلى إيفاست واحصل على مكافأة قدرها $100 مقابل كل صديق يفتح حسابا جديدا للتداول. هذه هي خطوات الحصول على مكافأة برنامج الإحالة التي تبلغ قيمتها $100. قم بتسجيل دخولك إلى إيفاست واذهب إلى لوحة التحكم الخاصة بك، ثم اضغط على علامة قسم العملاء. بعد ذلك انسخ رابط الإحالة وارسله إلى أصدقائك.
ستحصل على $100 مخصصة للتداول مقابل كل صديق يفتح حساباً جديداً مع إيفاست ويبدأ بالتداول. في إيفاست التداول أكثر متعة مع الأصدقاء.